معي عبر الهاتف من اسطنبول دكتور يحيى العريض المستشار في الهيئة العليا للمفاوضات. مساء الخير، أهلا بك معنا دكتور يحيى. إذا يؤكد ترامب اليوم كما أكد البنتاغون بيوم الضربة بأنه الأهداف التي تم تحديدها قصفت وانتهت المهمة. ماذا حققت وفق متابعتك دكتور يحيى بالنسبة للدول الغربية في التعامل مع الملف السوري وماذا بعدها؟ بالنسبة لي قام بهذه الضربة عمليا، هو أنجز أهدافه. بالنسبة للآخرين لم تنجز ويحتفلون بالانتصارات على العدوان الثلاثي إلى آخر ما هنالك، لكن عمليا ماذا حققت؟ بالنسبة لروسيا أشعرتها بأن ذلك الملف الذي عهد لها به عمليا هي أساءت التصرف به ولم تنجز شيئا فعليا. هذا من جانب. من جانب آخر بالنسبة لإيران أظهرتها بأنها جهة متطفلة على المنطقة وتسعى بمشاريعها الخبيثة أن تنجز أشياء على حساب دم المنطقة. بالنسبة للنظام عمليا ما أنجزته بأنها أشعرته بأنه لا مكان له في بداية المستقبل سوريا وفي المجتمع الدولي، لأن هناك قانون دولي سعى إلى دعسه عبر حمايته للروس عبر استخدامهم الفيتو في مجلس الأمن وعبر أخذهم ذلك المجلس رهينا، بحيث أنه تصور أنه سينجو من أي عقاب محتمل. طيب. وهناك بالتأكيد أشياء أخرى على مختلف الصعد، هي رسالة على سبيل المثال بالنسبة للمعارضة أو للثورة أو للانتفاضة، لأنها يجب أن تكون يد واحدة وتتصدى للمهمات أو أي مسؤوليات تقع على عاتقها تجاه الشعب السوري. طيب. لم بوافق كثيرين دكتور يحيى بأنه طبعا لن ينصاع نظام الأسد، ولكن حتى لو كانت هذه يعني حدث هذا العام الماضي، حتى لو كانت هذه أكبر وأقوى، ولكن وفق كثيرين حتى ضربة العام هذه لن تغير، ولكن قيل بأنه هذا سيساعد، السبب الرئيس أنه هذا سيساعد في حال استخدام كيماوي مرة أخرى في موضوع تحقيقات الدول الغربية وفي موضوع مراقبة كيماوي الأسد، كيف؟ أعتقد جازما بأنه لن يتجرأ بعد الآن كيماوي إلا إذا كان هناك جهات لم تنجز مخططها، على سبيل المثال إيران التي لا تعبأ على الإطلاق وربما تدفعه بهذا الاتجاه بامتحان الآخرين. وأعتقد أن لها كان يد فيما جرى في ثاني نيسان. هذا الأمر أعتقد أنه سيحاول توقيف قدر الإمكان، لكن هو سجل رسميا وتوثيقيا الآن لأنه غير مسؤول وغير مؤهل لأن يكون له أي مكان في مستقبل سوريا، ولا يمكن أن يعاد تأهيله. هذا الأمر الذي نتج. طيب دكتور يحيى، في حتى في ثمة من عزى الوقت الذي استغرق للضربة بعد ما يعني بعد بأيام مهدد وتوعد بها ترامب، قيل بأنه هي لتحديد الأهداف، كان في خلاف بشكل بسيط فيما يتعلق بالأهداف خاصة مع الدول الأوروبية، وأيضا ما قيل لإيجاد حل سياسي يقع في إطار حل سياسي، واضح بأنه لم ينجح الموضوع. ما بعد هذه الضربة، الدعوة لاستئناف جنيف اليوم، إلى أي درجة تراه يعني واردا على الأرض، وتراه سيكون مختلفا ومغيرا حقيقة في يعني ما قبل هذه الضربة؟ جنيف ما قبل الضربة لن يكون كما بعدها. هذه نقطة جوهرية تتفضلين بها وهي مهمة للغاية. عمليا سعت روسيا باستمرار كحامية للنظام أن توجد حلا سياسيا من نوع ما، لكن تفصله بما يخدم اهدافها وبما يرضي اهداف النظام المريضه، والتي تكون عمليا منسجمه مع الهدف الذي وضعه، احكمها او ادمرها او شرد اهلها الى اخر ما هنالك. الان المسعى الاساسي الذي كانت تسعاه روسيا لاجهاض قرارات دوليه من مضمونها كما فعلت في بيان جنيف واحد واجتزأته في القرار 254، ثم
قامت بعملية انتقائية تجاه بنود هذا القرار. على سبيل المثال أخذت مسألة وقف إطلاق النار وحولتها إلى شيء يسمى مناطق خطر التصعيد، لم تراعيها على الإطلاق، لم تراعيها على الإطلاق، ولم تهتم بها، ولم تهتم بالوعود التي ضربتها. هذا من جانب. الجانب الآخر كانت انتقائية حتى تقصدت من خلال ذلك القرار إلى ضرب مصداقية المعارضة. على سبيل المثال يشير القرار إلى اجتماع حدث في موسكو. فكان لم يكن من موسكو إلا أن اختارت أن يكون هناك مرصد لموسكو. نحن سنتابع دائما معكم تطورات هذا الموضوع إن كان ميدانيا أو سياسيا. اعذرني على المقاطعة، شكرا من اسطنبول دكتور يحيى العريض المستشار في الهيئة العليا للمفاوضات.